فقال حدثت أنك حدثت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي يوم القيامة. قال إن الله ينادي يوم القيامة: يا ملائكتي، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق. أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أخصه منه. تقن الكافر اللي واحد من أهل النار خلاص. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة إن كان. شوف بقى، شوف الميزان، ما يدخلش بتاع النار النار ولو حق لازم ناخد تاخد منه كده. نعم.